يقول السائل: هناك من المعاندين والمكابرين يقولون حاش السلف من هؤلاء الوهابية، نرجو توضيح كلمة الوهابية أثابكم الله. هذا كلام باطل. الوهابية ما جاءت بشيء يخالف مذهب السلف، هي على منهج السلف ولله الحمد، هي على منهج السلف في التوحيد والعبادة والأخلاق وجميع الأمور، هي تمشي على مذهب السلف. نعم.